بنرحب بحضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي يستهدف تنظيم 8 مباريات وديه للمنتخب في الفتره من سبتمبر 2023 وحتى مايو 2024، وده استعدادا للمشاركه في اولمبياد باريس. وطلب ميكالي اقامه 4 معسكرات للمنتخب وده استعدادا لاولمبياد باريس 2024. فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني خاض أول تدريباته في السعودية، وحرص المدير الفني على تخفيف الحمل البدني بعد رحلة السفر وتأهيل اللاعبين بدنيا وفنيا قبل المشاركة في البطولة واللي هتنطلق في الفترة من 27 يوليو الجاري وتستمر حتى 12 أغسطس اللي جاي. نادي بيراميدز أعلن استمرار مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق بعد تفعيل بند شرائه بشكل نهائي من نادي التعاون السعودي، وذلك عقب الإعارة لمدة موسم مع النادي. رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت إيقاف حسين الشحات لاعب النادي الأهلي مباراتين وتغريمه 20,000 جنيه للسلوك غير الرياضي، وده كان في مباراة الأهلي وبيراميدز طبقا للائحة العقوبات. منتخب ناشئين كرة اليد مواليد 2004 فاز على النرويجي بنتيجة 35 مقابل 34 هدف وديا في معسكر السويد استعدادا لبطولة العالم للناشئين لكرة اليد واللي بتستضيفها كرواتيا خلال الفترة من 2 وحتى 13 أغسطس 2023. منتخب المغرب للسيدات تلقى هزيمة كبيرة أمام الألماني بنتيجة 6-0 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم للسيدات. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ومرة تانية نرجع لمصطفى وجمانة نكمل معاهم باقي فقراتنا. لميا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا لاستعراضك الأخبار الرياضية المحلية والعالمية.